الرسالة هي إن إحنا بنستجيب، الحكومة بتستجيب لطلبات الناس، حكومة وعلى رأسها طبعا السيد الرئيس اللي وجه أصلا بقرار مد المهلة، بيسمع الناس جيدا، بيستجيب للطلبات عندما يتراءى، ونعلم أنها كلها طلبات مشروعة ومنطقية. الفترة اللي فاتت لم يكن هناك أي نية للمد، لكن التزاحم اللي شهدناه والإقبال الشديد جدا اللي من جانب المواطنين خلال شهر 9 شهر سبتمبر على المد، اللي هو الإقبال اللي احنا واجهناه بأن احنا زودنا المنافذ لتلقي الطلبات، استغلينا المدارس المتاحة كساحات لتلقي الطلبات، ورغم ذلك كان هناك تزاحم أيضا، خاصة أن احنا في أجواء لا يزال هناك الكورونا. فتشجيعا للناس على الاستمرار وتقليلا من هذا التزاحم حفاظا عليهم ووقتهم وحفاظا أيضا على الصحة العامة، قررت الحكومة بناء على توجيهات من الرئيس أن تمد هذه المهلة لمدة شهر ينتهي في 31 أكتوبر، من أجل استقبال المزيد من الطلبات، تشجيع الناس على التصالح، وأيضا تخفيف الزحام. وعلى فكرة مد المهلة هو القرار، لكن في قرار آخر أعلنه رئيس الوزراء أو توجيه آخر ما حدش خد باله منه كتير، هو أنه فتح الباب أيضا لبعض الحالات التي لا يجيز قانون التصالح الحالي التصالح بشأنها. أيوة. قال لهم قدموا بطلبات وإحنا حننظر بعد كده فيما يمكن أن نفعله في هذه الطلبات. كان بيتكلم تحديدا عن حالتين، القانون الحالي لا يجيز التصالح فيهم. رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الأخير يوم الخميس قال للناس اللي تنطبق عليهم هذين الحالتين توجهوا وقدموا طلبات للتصالح. الحالة الأولى هي تجاوز قيود الارتفاع المقررة. لو حد عنده قيود ارتفاع مقررة والقانون الحالي لا يجيز التصالح فيها، قدم، مالكش دعوة، وسيبنا احنا كحكومة نشوف حنسوي هذا الأمر ازاي. الحالة الثانية هي حالات تجاوز خط التنظيم. أيضا من ضمن الحالات التي لا يجيز القانون الحالي بصيغته الحالية التصالح فيها تجاوز خط التنظيم. لكن لو أنت متجاوز خط التنظيم، قدم، روح قدم، ما زال أمامك الباب مفتوح أمام لغاية يوم 30 أو 31 10 وإن شاء الله حيكون لها حل زي ما رئيس الوزراء وعد. إذن حضرتك بتقول لي معلومة مهمة فعلا ما حصلش تركيز عليها، إنه في حالات هذا القانون اللي إحنا بنتكلم عليه لا يجوز فيها تصالح، رئيس الوزراء فتح الباب للناس انها تتقدم. بالظبط كده. يعني حد حضرتك المثال اللي انا ذكرته بخصوص قيود الارتفاع، اي نعم القانون الحالي لا يجوز التصالح في حالات المخالفات اللي متعلقه بقيود الارتفاع، لكن لو في منطقه معينه بها هذه المخالفه منتشره بشكل كبير والطلبات اللي احنا